وأبي أبين لك أن المنطقة الحضرية اللي حنا قاعدين نشتغل فيها ترى هي 8% من مساحة الكويت يا أخوان. الطرق كلها 6000 كيلو متر مربع، كلها 6000، يعني العدد اللي موجود من السيارات 1,800,000 مركبة مرخصة، و1,250,000 رخصة موجودة. فاحنا قاعدين نحاول ان المحاور او خطوات الانجاز تكون معا مع بعض، ان كانت هندسة، ان كانت دوريات، ان كانت مراقبة، ان كانت تقنيات لحل الأزمة. في هناك الكثير من التقنيات اللي بناها احنا والحين قاعدين نشتغل عليها اونلاين اوفلاين، كثير كثير من التقنيات احنا شغالين عليها. هذه ما في شك ان المرحلة القادمة ان شاء الله باذن احد راح تكون اسهل وراح تكون احسن. نعم طيب يعني